عملية البحث كويسة، تعريفها، the process of manipulation and production of the process. هي عملية the development and maturation differentiation of the erythrocyte. طيب مرة تانية definition، في ناس قالوا الصوت واطي. الديفينيشن بتاع عملية الإريثروبويسيس هي عملية الديفلوبمنت and maturation and differentiation of the erythrocytes. الصوت واضح كده يا جماعة؟ طيب معلش الزول جاي من الدوام وكده فشوية بكون هناك عدم تركيز. الصوت واضح يا جماعة؟ طيب دار ما طيب يا جماعة مرة ثانية قلنا عملية الإريثروبويسيس الديفينيشن بتاعها الإريثروبويسيس قلنا هي البرودكشن the process of production and development and maturation of erythrocytes. كده الصوت واضح؟ طيب يلا نقوم نجي نشوف العملية دي أول شيء ناخدها من ناحية عامة بعدين نبدأ نفصل فيها. طيب نجي نشوف أول شيء البداية والسايد السايد اوف الإريثروبويسيس مكان تصنيع الإريثروبويسيس طبعا مكان تصنيع الإريثروسايتس طبعا الار بي سي كله خلايا الدم او اغلبها بيكون تصنيعها مينلي في البون ميرو محل التصنيع الاساسي في البون ميرو كويس؟ طيب نبدا من الاول خالص عندنا خليه المذر سيل اوف اول بلاد سيل اسمها الستيم سيل دي بتكون في البون ميرو اللي هذه بتطلع منها كله خلايا الدم طيب الستيم سيل دي في عندنا نظريتين في نظرية اسمها المونو فوليتيك فيوري وفي نظرية ثانية اسمها البولي فوليتيك فيوري طيب نظرية المونو فوليتيك فيوري بتقول انه all the red cells all the blood cells جايانا من بريكيرسر واحد one precursor or one progenitor cell precursor يعني عندنا خلية واحدة بتجي منها كل الخلايا الدم المونوسايد والميجاكاريوسايد كل الخلايا والجرانيولوسايد كلها بتجي من خلية واحدة بس ما في اي ديفرنشيشن خلية واحدة هي اللي بتعمل الديفرنشيشن النظرية الثانية اسمها البولي فوليتيك ثيوري دي بتقول انه there is different precursors يعني عندي اكثر من خليه ام خليه الخليه الام ما واحده بس في اكثر من خليه الخلايا الدم المختلفه ودي هي النظريه تقريبا اثبتت انها هي النظريه الاصح يعني طيب دي معلومه كده سريعه نجي نقوم نخش ليه عملية الـ
الخلايا اللي بتيجي ورا بعض نخشها من البدايه خالص من البومرو. طيب نجي نقوم نشوف السايز. الصوت واضح يا جماعه؟ سامعين ولا الصوت كويس؟ اواصل كده ولا ارفع شويه ولا كيف؟ السايتس بيقول لك في الفيرست ويكس اوف جستيشن، يعني في اول اسبوع. صوت واضح؟ طيب يلا. اليورك ساك عند الولاده اول اسابيع من اسابيع الحمل، اوكي، اب تو 2 ويكس. السايت الرئيسي المسؤول عن عمليه الهيموبويسيس بصورة عامة والإريثروبويسيس بصورة يعني احنا نتكلم قصدنا نتكلم عن الإريثروبويسيس هو اليورك ساك أو الكيس المحيي للجنين. طيب بعدين كل ما الجنين يكبر شوية كل ما تتداخل معاه أعضاء ثانية وتشارك معاه في عملية إنتاج خلايا الدم وعملية الهيموبويسيس. إذا من 2 ويك لغاية 3 months بيكون بيتداخل معاه الليبر والسبلين. طيب بعدين من 3 months up to childhood هنلقى انه البون مارو بيشارك في عملية الانتاج. طبعا العمليه بتكون جرادوال، يعني اول شيء بيبدا اليورك ساك، بعدين بيدخل معاه الليفر والسبلين، بعدين البون مارو بيشاركوا في عمليه الانتاج. بعدين اليورك ساك نلقاه كل ما يتقدم عمر الجنين هيقوم يتوقف عن عمليه انتاج الخلايا الدم الهيموبويسيس. والليفر والسبلين لما الطفل بعد الدليفري وحياته لما يواصل في حياته الليبر والسبلين هيتوقف عن انتاج خلايا الدم. is the only site for hemopoiesis through life. طيب احنا ممكن نقسم الستيجز دي، يعني الستيج اللي بيكون شغال فيه اليورك ساك براو في انتاج الهيموبويسيس ده بنقوم بنسميه الميزو بلاستيك ستيج. تمام؟ طيب الستيج اللي بيتداخل فيه الليفر والسبلين وبيشاركوا في عملية انتاج خلايا الدم ده اسمه الهيباتيك ستيج. لغاية هنا متابعين معاي؟ الستيج اللي بيتداخل فيه البومرو وبيتوقف اليورك ساك على الانتاج ويكون شغال البومرو والليفر والسبلين ده بنسميه المايلويد ستيج. تمام؟ اذا الستيجز بتاعت البرودكشن او الستيجز بتاعت الهيموبويسيس حسب السايت هي ثلاث ستيجز: الميزوبلاستيك ستيج اللي هو بيكون عندنا اليورك ساك اونلي، الهيباتيك ستيج يكون الليبر والسبلين بيشاركوا في عملية الإنتاج، المايلويد ستيج البون مارو بيشارك في عملية الإنتاج. يلا بعد الدليفري تشايلد هود والأدلت لايف بيكون البون مارو هو السايت الوحيد لعملية الهيموفويسيس وبيتوقف كل السايت الثانية ما عدا في الأب نورمال كيسز. في الأب نورمال كيسز ممكن نلقى إنه السبلين والليبر أو بيكون في سيفير كيسز الليفر والسبلين بيقوم بيشاركوا في عملية إنتاج خلايا الدم أو عملية الهيموبويسيس. شكرا يا حلا، حلا تعبانة معانا شديد. يلا نقوم نشوف. بيقول لك عندك حاجة اسمها شنو بيقطع؟ الصوت ولا شنو؟
الصوت واضح يا جماعه مواصل مواصل شكرا جزيلا يلا نقوم نشوف في عنده او في مصطلح بس بسيط في حاجه اسمها الاكسترا فازيكولار هيمو بويسيس حاجة اسمها الانترا فازيكولار هيمو بويسيس او الاكسترا ميدلري هيمو بويسيس او الانترا ميدلري هيمو بويسيس اللي هو لما يكون شغال البومر وفي الانتاج كده بنقول عندنا انترا انترا فازيكولار هيمو بويسيس كده الامور طبيعية كل شيء طبيعي لكن لما يكون عندنا بعض حالات الهايبر بليزيا بعض حالات الهيموليتيك انيميز اللي هو عندنا سيفير كيسز فتقوم الاعضاء الثانيه السبلين والليفر تشارك في عمليه الانتاج الحكايه دي بنسميها الاكسترا فازيكولار هيموبويسيس لغايه هنا الكلام طيب بس معلومات بسيطه قبل ما ننتقل للهيموبويسيس بالتفصيل بالنسبه بيقول لك انه بالنسبه للتشايلد Child, all bones are hemopoietic. يعني كل العظام بتشارك في إنتاج ال blood cells عموما والred blood cells اللي احنا هنتكلم عنها كل العظام بتشارك. لكن في لما نزول مرحلة الجروينج الادولتنس الانتاج بعد قطع بتتركز بس في ال ends of a long bones يعني بتتركز عملية انتاج الخلايا في نهايات العظام الطويلة تمام ما كل العظام بتنتج خلايا الدم يلا هننتقل بعد كده نتكلم عن عملية الإريثروبويسيس اللي هذه اللي بتهمنا أخذنا كده فكرة عامة عن الهيموبويسيس عن ال أيوة عن عملية الهيموبويسيس هنتكلم عن الإريثروبويسيس بالتحديد طيب الإريثروبويسيس زي ما قلنا بتبدلي بخلية اسمها الستيم سيل under الكنترولز اللي بتتحكم لي في عملية إنتاج الإريثروسايتس هتكون تجيني خلية اسمها البلوري بوتنشيال ستيم سيل بلوري بوتنشيال ستيم سيل البلوري بوتنشيال ستيم سيل دي عندها على حاجتين على انها تعمل سيلف رينيوال يعني تجدد نفسها بنفسها او تحفظ نفسها الحاجة الثانية ديفرينشيات انتو سيل لاين يعني من الستيم سيل في الخلية اللي بعد الكلورو بوتنشال ستيم سيل اللي هذه عندها دي بعد كده خلاص دي هتمشي في طريقة ديفرينشيشن يعني هتدينا خلية من الخلايا يعني خلاص معناتها جا ستيمولاشن تدينا خليه تدينا ار بي سي تدينا ليوكوسايت تدينا وات ايفر طيب من البلور بوتنشال ستيم سيل بتجي الخليه اللي بعدها اللي هي خليه اسمها كروس فورمينج يونت بي اف يو هتجينا الخليه اللي اسمها البروست فورمينج يونت بروست فورمينج يونت بروست فورمينج يونت تمام لهذه مذر ريكيرسال سيلز اوف ذا ديفرنشيشن يعني اول خليه في طريقه ديفرنشيشن انها ماشيه انها تعدينا خليه معينه بروست فورمينج يونت اي في ديترويت كويس طبعا بيقولوا انه في خليه اسمها كولوني فورمينج يونت اللي هذه الخلية اللي بيطلع منها الكولوني فورمينج يونت إريثرويد اللي هي أول شيء بتكون خلية عامة اللي هي جي ام
GME. G stands for granulocyte, megakaryocyte, monocyte, erythroid. من الخلية دي بيكون تجينا الكولوني forming unit E اللي هي أهم خلية عندنا المذر سيل بريكيسر سيل فور إريثرويد لاين أول خلية في الإريثرويد لاين CFUE تمام؟ طيب متابعين معايا يا جماعة؟ الصوت واصل؟ يلا نقول نمسك الخلية الأم بالنسبة للإريثرويد لاين اللي هي الكولوني forming كده متابعين؟ كده يا جماعة لايف ولا معايته؟ يا جماعة متابعين معاي وقطع ولا متابعين؟ قالوا قطع. طيب ها يا جماعة كده متابعين معاي؟ معلومة حقولها قبل ما نبدأ إنه في كل عملية بتاعت إريثروبويسيس بيطلع لنا 10 over 12 RBC في كل عملية بتاعت إريثروبويسيس تمام؟ يلا هتكون تجينا الخلية دي اللي هي sensitive to erythropoietin CFUE sensitive to erythropoietin under stimulation ناخد معلومات عن هرمون الإريثروبويتين اللي هو بيعمل ستيمولاشن للكولوني فورمينج يونت إريثرويد عشان تبدأ لنا في اللاين بتاع الـ RBC اللي هو تقريبا الموليكولار ريت بتاعه 34,000 بيفرز 85% منه في الكدني كويس وال 15% منه بتفرز عن طريق الليفر طبعا الإريثروبويتين بيحصل له ستيمولاشن لما يكون عندنا هايبوكسيا او لو اكسجين تنشن طبعا المعلومات دي معلومات اوليه واغلبيتنا يعني ممكن يكون عنده عنها فكره بس بنحاول نذكر الناس يعني لما يكون في لو اكسجين تنشن يكون بيحصل ستيمولاشن للإريثروبويتين تو بي بروديوس الإريثروبويتين هيقوم يعمل لي ستيمولاشن للانتاج الإريثروسايتس اللي هو بيعمل ستيمولاشن للخلية بتاعة الـ CFU إريثرويد. طيب. يلا نقوم نبدأ في عملية الإريثروبويسيس الخلايا الموجودة في عملية الإريثروبويسيس عندنا أول خلية قلنا الـ CFU إريثرويد دي بتقوم تعمل لنا ستيمولاشن لـ the mother precursor cell for all erythrocytes and mother precursor cell اللي لها اسمها البرو نورموبلاست
الاسم الثاني بالنسبة لها ممكن نقول البرو ريثروبلاست. برو نورموبلاست أو برو ريثروبلاست دي المذر بريكيرسر. Mother precursor cells of RBCs. أول خلية في اللاين بتاع الـ RBCs هي الـ Pro Normoblast أو الـ Pro Erythroblast. كويس؟ طيب الخلية دي بتتميز بشنو؟ طبعا زي كل البلاست هي خلية حجمها كبير جدا. Large cell. معلش يا جماعة طبعا احنا لما نمشي لقدام نحاول نجيب دي طبعا بداية يعني هنحاول نجيب لكم لقدام أطلس وصور وكده لكن هسه هنحاول بس نقرب الصورة للناس. طيب هي لارج سيل طبعا بيكون لارج نيوكليوس. لارج سيل is لارج نيوكليوس كويس. طيب الحاجة اللي بتميزها ثاني انه بتكون الكروماتين ماتيريال يعني كروماتين ماتيريال جوا النواة بيكون اوبن كروماتين ماتيريال. الصوت واضح يا جماعة؟ أعيد تاني. طيب احنا قلنا انه الخلية البرونورموبلاست يكون عندك الخلية السايز بيكون فيري بيج بتاع الخلية يعني بيكون من 15 ل 20 مايكرون. طيب هي لارج سيل with large nucleus. النيوكليوس بتكون كبيرة جدا كويس. الكروماتين ماتيريال بيكون open يعني ظاهرة الأورجانيزة جوا اللي هم الرايبوسوم والأباريتس كل الأورجانيزة في النواة بتكون ظاهرة. والنيوكليولاي برضو بتكون ظاهرة. النيوكليولاي النوية والنيوكليولاي بتكون ظاهرة وزي ما قلنا الكروماتين ماتيريال اوبن والسيتوبلازم بيكون ضيق صغير جدا سكانتي سيتوبلازم سكانتي سيتوبلازم كويس. يعني نراجع الخلية دي قلنا اذا خلية كبيرة في حجمها لارج سيل ويز لارج نيوكليوس وبيكون الكروماتين ماتيريال اوبن يكون السيتوبلازم ضيق سكانتي كويس. اهم حاجه بيكون فيها نوع هيموجلوبين فورميشن يعني تصنيع الهيموجلوبين لسه ما بدا. اول خليه دي المذر سيل بيكون الهيموجلوبين فورميشن لسه ما بدا كويس. فدي تقريبا اهم. وطبعا بيكون الميتوزيس شغال الانقسام فيها شغال عادي كويس. وبتكون النيوكليولاي فيها اكثر من نيوكليولاي مور than one nucleoli. معلش يا جماعة الخط حين جدا لأنه سبورة لها صغيرة كويس. فدي أهم مميزات البرو نورموبلاست أو البرو إريتروبلاست أول خلية. بعد ذلك ترو مايتوزيس هتقوم تنقسم تحصل لها ديفرنشيشن تدينا الخلية اللي بعدها. الخلية الأولى البرو نورموبلاست هتتقسم ثرو مايتوزيس وهتدينا الخلية اللي بعدها. الخلية اللي بعدها اللي هي بيسموها البيزوفيليك نورموبلاست أو إريثروبلاست وفي ناس تانيين بيسموها الإيرلي نورموبلاست نفس الاسم. يعني الاسم ممكن يكون البيزوفيليك نورموبلاست او الايرلي نورموبلاست او الايرلي ريتروبلاست. طيب البيزوفيليك نورموبلاست بتميز شنو هو الايرلي نورموبلاست؟ هي بتكون السايز بتاعها اقل من الخليه اللي قبلها اقل من الكرونوبلاست. يعني السايز بتاعها دي كان من تقريبا لغايه 5 دي لغايه 20 دي من 14 الى 17 تقريبا كويس. برضه خليه كبيره في حجمها لكن اصغر من الخليه المفضله
بيكون بيزوفيليك. واضح؟ صوت واضح يا جماعه؟ طيب السيتوبلازم بيكون بيزوفيليك والنواه حجمها اصغر. بالنسبه للكروماتين ماتيريال بيكون ليتل بيت بيحصل له كوندنسيشن. يعني شنو؟ بيبدا شويه كده يحصل لك يبقى كومباكت، بيبدا شويه يبقى يعني متجانس ما زي اللي قبلها اوبن يعني. خلاص الميتوزيس لسه فيه، ميتوزيس مستمر. افكار؟ طيب بتبدا زي ما قلنا النيوكليوس تصغر وحجم الخليه ذاته بيصغر. طيب ده اذا الستيج اللي بعده اللي هو البيزوفيليك هرمون. كلمه بيزوفيليك من السيتوبلازم. طبعا ستيل نو هيموجلوبين فورميشن، نو هيموجلوبين فورميشن لسه هيموجلوبين فورميشن ما ابتدى يحصل. يلا ننتقل للخليه اللي بعدها. متابعين معايا يا جماعه لغايه هنا؟ تواصل؟ طيب الخليه اللي بعدها اسمها البولي كروماتوفيليك نورموبلاست. او في ناس تانيين بيسموها الانترميديت نورموبلاست او الانترميديت اريثروبلاست او البولي كروماتوفيليك اريثروبلاست، كلها تسميه صحيحه. يلا دي سموها بولي كروماتوفيليك لانه بيبدا الهيموجلوبين فورميشن. اهم حاجه فيها طبعا برضه خليه اصغر من الخلايا اللي فاتت، دي بتكون تقريبا من 10 ل 12. كويس؟ النيوكليوس بتكون صغيره ماشيه في طريق انها يحصل لها فيكنوتيك. كويس؟ بيكون عندك اباندنت سيتوبلازم. يعني السيتوبلازم بدا يبقى اوسع شويه. يلا هنا الهيموجلوبين فورميشن ستارت. الهيموجلوبين فورميشن ستار يعني بدا يتصنع الهيموجلوبين، فبتلقى اسيد لونين عشان كده سموها بولي كروماتوفيليك متعدده الاصباغ، محبه للاصباغ المتعدده الاسيديك والبيزوفيليك. فبتلقى اللون الاسيدوفيلي يعني اللون الاحمر واللون البنفسجي، عشان كده سموها بولي كروماتوفيليك. تمام؟ النيوكليولاي خلاص بتختفي، نو نيوكليولاي. كويس؟ طبعا الكروماتين ماتيريال في كوندنسيشن. كل ما نمشي لقدام في ثلاثة حاجات بتحصل. السيل بتصغر بيحصل لها شرينكج، والنيوكليوس بتصغر بيحصل لها شرينكج. الهيموجلوبين فورميشن كل ما نمشي لقدام كل ما يزيد، كل ما نمشي في ستيجز لقدام كل ما نلقى الهيموجلوبين فورميشن ماشي ازاي. طيب فدي أهم حاجات. ننتقل للخليه. طيب يلا حنقوم ننتقل للخليه اللي بعدها. معلش يا جماعه الظروف القاهريه، يلا نقوم نواصل. الخليه اللي بعدها اسمها الاوثرو كروماتوفيليك نورموبلاست. دي اسمها اوثرو كروماتيك. شكرا يا حدا. الاوثرو كروماتوفيليك نورموبلاست دي الهيموجلوبين فورميشن فيها بكون وصل لاعلى معدلاته اكثر من 80%، عشان كده بيكون واخده لون واحد بس اللون الاسيديك او اللون الاحمر. خلاص اللي هذه اخر ستيج بيكون ظاهر فيها النيوكليوس. النيوكليوس بتكون بايليترال يعني بتكون من جنبها. كويس؟ عشان
الصوت قالوا ما واضح ما واضح من الحتة أرجع تاني ولا من هنا واصل. طيب يلا المرحلة بعد الأوثروكروماتوفيليك نورموبلاست هي مرحلة الريتيكولوسايت. طيب مرحلة الريتيكولوسايت بيكون عندنا فيها فيلامنتس أو ريمينانس أوف الآر إن إيه، ريمينانس أوف الآر إن إيه خلاص، وفيلامنتس أوف ريتيكولا يعني زي الشبكة بقايا الآر إن إيه النيوكليوس اللي حصل لها اكسترودد دي بيكون في بقايا من الار ان اي في صوره عامله زي الشبكه، عشان كده سموها الريتيكولوسايتس. طيب الريتيكولوسايتس دي السايز بتاعها يعني لارجر ذان الماتيور، لارجر ذان الماتيور ار بي سي، اكبر من الماتيور ار بي سي لكن سلايتلي يعني بحاجه بسيطه، يعني بيكون حجمها تقريبا 8 الريتيكولوسايتس دي بتمشي للسبلين، بتمشي للسبلين عشان هناك تشال منها الريمننس دي عشان تتحول لماتيور ار بي سي، تتحول لماتيور ار بي سي تمام كده. ده اخر ستيج من الستيجز بتاعت الاتروفويسيس اللي هو نصب في النهايه للماتيور ار بي سي. نتكلم شويه عن الماتيور ار بي سي. ليش يا جماعه متاثر شديد؟ طيب الماتيور الماتيور ار بي سيز زي ما كلنا عارفين المميزات الاساسيه بتكون السايز بتاعها 7.8، بتكون باي كونكيف ديسك عشان تقدر تمر عبر الفازلز البلود فازلز والكابيلاريز، هي انيوكليتد سيل. الماتيور ار بي سيز قلنا السايز بتاعها بيكون 7.8 7.8، هي باي كونكيف ديسك في الشكل بتاعها، هي انيوكليتد سيل طبعا عارفين وظيفتها اللي هي ترانسفورمينج للاكسجين والكربون مونوكسيد، دي الوظيفه الاساسيه بالنسبه للماتيور ار بي سيز كويس. طبعا بيكون هي انيوكليتد وبيكون فيها حاجه اسمها سنترال تيلر اللي هذا الفراغ اللي بيكون جوا كله ار بي سيز ماتيور بيسموه سنترال بيلر، وحسب كميته بنقوم بنحدد الهايبوكروميزيا. في حاجه اسمها الزيتا بوتنشال الى هذه المسافه، طبعا الار بي سيز فيها شحنات فبتكون تتنافر المسافه بتكون زيتا خلاص. دي طبعا معلومات سريعه جدا عن عمليه الالكتروبويسيس، وزي ما قلنا العوامل اللي بتعمل كنترول لعملية الإريثروبويسيس عندنا الإريثروبويتين عندنا فيتامينز B12 والفوليك أسيد، دي أهم عوامل.
بتعمل كنترول لعمليات الإلكتروفوريسيس. طبعا دي كانت كده نكون انتهينا من موضوع اللايف لينا في اللايف بتاع الانيميز. طبعا معلش دي حاجه كانت سريعه كده عن الإلكتروفوريسيس. ان شاء الله بكره هنتكلم بتوسع اكثر عشان نقوم ندخل في الانيميات. دي مقدمه للانيميات، شرحت عمليه انتاج الار بي سيز. بكره ان شاء الله هنتكلم، انا قسمت المحاضره لقسمين لانه الوقت ضيق والوقت محدود وما داير اشدكم بالليل، اشدكم معي لانه عارف انه الناس بتكون جايه تعبانه وكده. فهنقسم قسمناها لقسمين، الليله تكلمنا عن الإلكتروفوريسيس، بكره ان شاء الله هنقوم نتكلم عن الجلوبين فورميشن اند بريك داون، هنتكلم عن الار بي سيز ان هيلث اند ديزيز، وناخد فكره عامه كده عن الانيميس الديفينيشن بتاعه والكلاسيفيكيشن عشان من الاسبوع الجاي ان شاء الله نبدا ناخد الانميات واحده واحده. وبرضه في بعض الناس في الخاص قالوا لي احنا عاوزين يعني بالنسبه للناس المنتحين للهيئه بالنسبه للجزء بتاع الانميات بعد ما نخلص اللاين بتاعنا ده ممكن نقوم نراجع الاسئله ان شاء الله ونحاول نتكلم. شكرا جزيلا لكم للمتابعه، واسف جدا للازعاج بتاع الانسه حلا لانها عامله لي ازعاج شديد.